الله يحفظ سيدنا الله يشافيه في هذا النهار مبادرة كنا كنستناوها مدة هادية، والحمد لله والله يشافي لنا سيدنا، ونطلبوا كل شيء الملكية العلوية كل شيء بإذن الله يسترهم الله في هذا البلاد السعيدة إن شاء الله بإذن الله، ويخليه لنا ويخلي لنا الملكية العلوية بكل خير إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله بإن بعد العسر يسر، كل شيء مزيان إن شاء الله الحمد لله، دابا كل شيء بإذن الله غنلقاو الراحة مزيانة إن شاء الله بإذن الله، كل شيء موفر لنا في هذا السوق هذا، تمناوا الخير الحمد لله. المبادرة خويا اللي دار سيدنا هي مبادرة زوينة، استفد منها كل شيء، يعني اللي عنده اللي ما عندوش راه استفد منها، وكانت كل شيء خدا فهمتيني، يعني كل شيء خدا. مبادرة زوينة الحمد لله، كل شيء استفد، كل شيء دابا خدا محالاته، كل شيء فرحان. يعني بنادم كان في واحد البلاصة اللي بنادم راه فهمتي راه كيجي كيبغي يحط السلعة ديالو 10 مليون 15 مليون ديال السلعة، تيقول غدا ولا بعد غدا غادي تحرق هادشي ليا، وشحال من مرة تحرق راك نتوما كنتو من تحرق جوج مرات هو كيتحرق السوق، يعني المرة الأولى بنادم عمر وتحرق لي المحال وما بغاوش يحولونا، عاوتاني المرة الثانية تحرق لنا عاوتاني المحال. خديناهم الحمد لله بخير، دابا بنادم عمر حتى 20 مليون ديال السلعة ما يخاف منها ما والو. المميزات هنا يا خويا ما نكذبش عليك، هي أنت كما كتشوف دابا أنتايا دابا أكثر دابا ديال الناس اللي دخلوا البارح فرحانين، فرحوا لينا احنا أكثر من فرحوا للمور راسهم، فرحوا لنا قلنا على سلامتكم راه هادشي نقيقة هادشي زويون، يعني جا بنادم حتى هو فرح، يعني من شافش النقا وشاف لي سيكوريتي شاف البيبان مامنين ما يعني يدخل هو وليداتو عنده واحد الفضاء ديال الالعاب ديالو، يعني يدخل قد يحاشو هنايا وخلي وليداتو في الجرده وفي الالعاب كيلعبوا، كاين تيرانات ديال القرب كلشي يكون موجود الحمد لله. انا تنشكر سيدنا عبد اولا، وكنشكر المسؤولين اللي وقفوا على هذا المشروع، والله يشافي سيدنا والله يطول في العمر، تنشكروا بزاف على هذه المبادره، حيت انا واحد السيده ارمله مات مرحوم ما عندي لا ولاد لا ولاد الحانوت، كنت تنتسنى هذه الفرصه، تنشكروا بزاف والله يخيب الظن ديالنا. عاش الملك عاش الملك، الله يشافيه والله يطول ليه في العمر. المهم كنشكروه بزاف بعد على هذه المبادره، حيدنا من هذاك الخنز اللي كان تما وكل شيء، الحمد لله والشكر لله، الفضل تيرجع ليه والمسؤولين وكل شيء. شكرا بزاف خويا، والحمد لله على هذه المبادره اللي نعم علينا بها سيدنا، هادشي مزيان بزاف، هادشي راه عاجبنا مزيان بزاف. الاماكن الاخرى كانت شويه فيها مشاكل، وكان الحرائق وكان شله ديال الصعوبات كانت، ودابا الحمد لله هاد المحلات مزيانين، الله ينصرو سيدنا الله ينصرو، هو اللي دعم هاد المشروع وهو اللي وصلوا لهاد المراحل كاملة، هو اللي بالمجهودات ديال سيدنا والتعليمات ديال سيدنا، والمسؤولين تنشكروهم حتى هما يا بذلوا واحد المجهود معانا وتوصلنا بالمحلات ديالنا.